الأخبار، أهلا بكم. بداية نبدأها بأبرز العناوين. قوات الصاعقة في معسكر الدفاع بسيدي فرج، وتكن لمعاقل الإرهاب في بعطني وسوق الحوت. بريطانيا تدعو مؤسسات ليبية لإحاطتها حول الوضع الليبي أمام مجلس العموم. وفشل جديد لمجلس النواب في عقد جلسة في وقت تسجل فيه ليبيا كسادس أخطر دولة في العالم. أهلا بكم مشاهدينا. سيطرت قوات الصاعقة بالكامل على معسكر الدفاع الجوي، وهجوم مكثف لبعض معاقل الإرهاب في بعطني وسوق الحوت، ومحاصرة معسكر 1319 من جميع الجهات. وذكر مصدر لميتون 18 عن مقتل 3 أشخاص في محور بعطني وآخر في محور الليثي ثانية العزيز، ويعد المعسكر من أهم المعسكرات التي يتمركز فيها المتطرفون منذ أشهر. ونجحت قوات الصاعقة في السيطرة بالكامل على معسكر الدفاع الجوي، وتحاصر معسكر 319 الذي يعتبر أساسا معسكرا تابعا لها قبل احتلاله من المتطرفين. وقد بدأ التقدم البري من محور الصفصفة ومحيط مستشفى الهواري بعد تقدم أولي على المحور الواقع بالقرب من مصنع الإسمنت. وحذرت القوات الخاصة في بيان وسائل الإعلام والإعلاميين من نشر أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بسير العمليات العسكرية دون الرجوع إلى الناطق الرسمي أو المكتب الإعلامي للتحري المصداقية في نقل المعلومات. فيديو السائق قديمه معول السائق في وسط معسكر الدشم، ومازال ماشيين لقدام قاعدين فيه معسكر الدشم الحمد لله. بفضل الله تم تحريره من قبل رئيس السائق بفضل الله في وحدات مقاتله، ان شاء الله جايينهم من زرخ. الله اكبر. معسكر الدفاع كان اكبر نقطه يسيطر عليها الارهابيون، واستعاده الجيش بمسانده سلاح الجو. المعسكر منطقة استراتيجية للجيش ونقطة عبور إلى منطقة الهواري والجوارشة، وهو ممر إلى مصنع الإسمنت ومعسكر رفلس حاتي. الكتيبة 319 تابعة لقوات الصاعقة، وهي إحدى تشكيلات القوات الخاصة التي يقودها العقيد ونيس بوخمادة، وتدور في محيط معسكرها الاشتباكات منذ أكثر من عام لاستعادتها من الإرهابيين الذين استولوا عليها في أغسطس العام الماضي. الكتيبة 319 محاصرة من قبل القوات الخاصة من شارع الحجاز حتى مقرها في منطقة بعطني منذ ساعات الصباح الأولى. تعتبر الكتيبة 319 محورا للإرهابيين الذين يتخذونه مقرا لقصف مواقع الجيش الواقعة في منطقة الليثي، وهي مكان لتخزين أسلحة وذخائر الإرهابيين ونقطة إمداد لوجستي متصلة بمنطقة الهواري. قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا برناردينو ليون أن الغالبية العظمى من الأطراف الليبية تدعم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشيرا في مقابلة مع صحيفة البايس الإسبانية إلى أن أكثر من 93 نائبا في البرلمان و70 عضوا من المؤتمر الوطني يؤيدون مقترح الأمم المتحدة، لكن رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر هما من يعطل إجراء تصويت لإقرار المقترح على حد تعبيره. هذا ولم ترشح بعد أي معلومات عن لقاء ليون مع مسؤولين من مجلس النواب في مقدمتهم محمد شعيب وشخصيات من المؤتمر الوطني على رأسهم صالح المخزوم يوم أمس في تونس.
دعت لجنة شؤون الخارجية في المملكة المتحدة رؤساء المؤسسات المستقلة الرئيسية في ليبيا لتقديم إحاطة خاصة في البرلمان البريطاني عن الأوضاع في ليبيا. اللجنة طالبت كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الليبية إحاطتها بآخر مستجدات الأوضاع في البلاد كلا حسب مجاله. ووفقا للخارجية البريطانية فإن هذه الإفادات تأتي في إطار المساعدة في مرحلة ما بعد الصراع وانهيار الأمن ومعالجة الهجرة والاتجار بالبشر وتقديم خيارات للسياسة البريطانية المستقبلية تجاه ليبيا. احتلت ليبيا المرتبة السادسة في الدول الأكثر في قائمة الدول الأكثر خطورة في العالم طبقا لمعايير درجة التهديد للدول وفقا لمركز CTI جمع المعلومات الدولي، حيث يفحص جمع التهديد الذي يمثله العنف والإرهاب في الدول المختلفة عن طريق مراقبة الأخبار وأشرطة الفيديو والصور والحوادث وعدد القتلى والمصابين في البلد خلال شهر سابق، ثم يجري وضعها في جدول لوغارتمي لتبيان موقعها في معامل التهديد الذي كلما كان مرتفعا كلما زادت خطورة البلاد. وللحديث حول هذا الموضوع معنا من جنيف وائل الحمروني من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. سيد وائل مرحبا بك. أهلا مرحبا بك، السلام عليكم. سيد وائل. نعم. سيد وائل. هل بإمكانك الاستماع أن تسمع صوتي؟ السلام عليكم. لا أستمع إليك سيد وائل. هل هناك سيد وائل ما الذي يجعل من ليبيا تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر خطورة في العالم؟ نعم هو اطلع على التقرير وليبيا رأيتها في الترتيب السادس، وهو بالنسبة لنا يعني حسب ما كنا نند به يعني كنا متوقعين أسوأ من ذلك. سيد وائل هل تسمعني سيد وائل؟ نعم أسمعك، ممكن هناك تأخير في الصوت نتيجة مشاكل الاتصالات في الوقت الحالي ولكن أسمعك جيدا. أهلا سيد وائل، هذا التصنيف السادس على مستوى العالم، ماذا يعني هذا الكلام للمجتمع الدولي؟ بالنسبة لموقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا يأكيد على ما كنا نقول به في كل المناشير والبيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية، حيث ليبيا يعني أصبحت أرض خصبة للإرهاب والانتهاكات ونتيجة أيضا لانتشار السلاح والجماعة المسلحة والجماعات المتطرفة والإرهابية التي أصبحت تمارس سياسة العنف للحصول على ما تريده، وأيضا هناك بقع واسعة وشاسعة من البلد التي لا تخضع لسلطات الحكومة، وأيضا هناك الانقسام السياسي وبالآخره من العوامل التي تؤدي إلى هذا التصنيف، وهذا التصنيف يعني نوعا ما نعتبر فيه ممكن إيجابي قليلا. سيد وائل عفوا على المقاطعة، لكن هناك من يرى بأن مثل هذه التصنيفات عادة ما تكون مسيسة لعمل ضغط على 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 الليبيون أو على غيرهم على سبيل المثال في حال تصنيف الدول. نعم هذه دائما الإحصائيات وهذه المعلومات تنشر في 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 أمور واقعية ولكن أحيانا تنشر لأمور تسيير سياسة. ليبيا طبعا هي الآن في إطار مرحلة سياسية في إطار انتظار تشكيل حكومة الوفاق التي ينتظرها الجميع، وبالطبع يعني تقرير مثل هذا يزيد يؤكد على شدة ضرورة انتهاء المشكلة السياسية والمرور إلى مرحلة جديدة. إذا رأيت في التصنيف الذي بعثته لي تستطيع أن ترى أن تركيا في الترتيب من خلف ليبيا،
وبالتاكيد هذا ممكن يدخل في انطباعات اخرى وسياسات اخرى، كمثل قبول مثلا عضويه تركيا في الاتحاد الاوروبي وهكذا. هذه دائما كانت سياسه من الدول. شكرا جزيلا لك سيد وائل الحمروني، حدثتني من جنيف، شكرا جزيلا لك. قالت مصادر خاصة لقناة 218 من داخل مجلس النواب بمدينة طبرق أن المجلس لم يتمكن من عقد جلسته اليوم عقب تعذر إنقاذها يوم أمس، وبحسب المصدر ذاته فإن أسبابا عدة حالت دون انعقادها، في مقدمتها صعوبة الوصول إلى صيغة توافقية بشأن حكومة الوفاق الوطني والتشكيلة المقترحة مؤخرا من البعثة الأممية، ناهيك عن مشاركة رئيس المجلس بقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة بالرياض اليوم. سوف نتصل بالسيد جلال شوهدي بعد قليل بعد هذا الخبر، حيث أذنت الحكومة المؤقتة لوزارة المالية والتخطيط تحويل ما يعادل مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي إلى الملحقية الثقافية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية. وأوضحت الحكومة أن هذا المبلغ لسداد الرسوم الدراسية المستحقة عن 3353 طالبا وطالبة من أبناء النازحين بمختلف المراحل الدراسية بمدرسة النجم الساطع وفروعها بالقاهرة. وأضافت الحكومة في قرارها أن هذا المبلغ تم خصمه من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة لسنة 2015 وفق النظم واللوائح السارية. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها بدأت الاجتماعات الفنية الثانية لعام 2015 مع كل من شركة مليتا للنفط والغاز وأكاكوس للعمليات النفطية والواحة للنفط. وذكرت المؤسسة في تقرير لها أن هذه الاجتماعات سوف تستمر مع باقي الشركات حتى 23 نوفمبر، وسيتم خلالها استعراض مشاريع ونشاطات إدارة التخطيط وإدارة الحفر والصيانة الآبار بالشركة وما تم تحقيقه ومناقشته المشاكل والمعوقات الفنية التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع بالحقول والموانئ النفطية. كما تخلل الاجتماع استعراض الضرر الذي لحق بالتسهيلات السطحية وخطوط نقل النفط والغاز بسبب توقف الانتاج نتيجة الظروف الأمنية خلال النصف الأول من هذا العام، وكذلك استعراض أهداف الشركة للعام المقبل. أكد أحد مسؤولي الكهرباء بمنطقة الشرقية في حديث له مع قناة 218 أن الوضع الكهرباء في المنطقة سوف يزداد سوءا خلال فصل الشتاء، وقد نلجأ إلى طرح الأحمال من جديد. وذكر صلاح عبار أن الكهرباء مستقرة خلال هذه الفترة لأن الطقس مستقر ودرجات الحرارة ملائمة، وطالب الجهات المختصة بتوفير الاحتياجات من المواد وقطع الغيار اللازمة لمواجهة الأعطار الطارئة وإعداد خطة إعمار ما بعد الأزمة من الآن وسعي لتوفير ما يلزم لذلك في جميع المجالات. إذا معنا عبر الهاتف مدير شركة الكهرباء صلاح عبار. سيد صلاح مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. سيد صلاح. أستمع إليك أخي الفاضل. نعم سيد صلاح، إذا خلال الفترة المقبلة سوف نشهد يعني طرح مزيد من الأحمال، يعني هل تذكر لنا الأسباب؟ من المتوقع خلال فصل الشتاء ارتفاع الأحمال في منطقة الجبل الأخضر، مدن الجبل الأخضر البيضاء ودرنا وطبرق، ارتفاع الأحمال نتيجة لطبيعة تلك المنطقة وزيادة درجات البرودة بشكل كبير. متوقع طبعا زيادة الأحمال ونتيجة لعزز دوائر نقل الطاقة من محطة التوليد في شمال بنغازي إلى تلك المناطق. سوف نلجأ إلى طرح الأحمال على هذه المناطق، وكذلك مدينة بنغازي في حالة زيادة الأحمال على الكوابر الرئيسية المغذية للمحطات بالتأكيد سوف يكون هناك طرح الأحمال. المطلوب طبعا خلال هذه الفترة من الجهات الاختصاص توفير المواد اللازمة وإتمام ما تم طرحه من أمور الصيانة في خطوط النقل وخصوصا المناطق
التي ما زالت تحت الاشتباك، ونتمنى يعني عاجلا غير آجل انهاء هذه الأزمة ووصولنا الى ما بعد الأزمة، لاننا اذا لازمنا نفكر في الأزمة فهذا يعني انه فشل ذريع للحكومة في توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين، ولكن يجب من الآن ان نفكر ما بعد الأزمة، وان تكون هناك خطة جيدة موضوعة وفق دراسة ووفق تنسيق مع شركات أجنبية للدخول مباشرة في الأعمار بعد انتهاء الأزمة بإذن الله تعالى. إذن سيد صلاح، يعني أما من طريقة لإنقاذ المشكلة، لحل المشكلة وإنقاذ الموقف؟ والله هي المشكلة متمثلة في يعني المال، يعني للأسف لا تتوفر السيولة للشركة العامة للكهرباء لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية خلال هذه الفترة، لعدم وجود جبائها في هذه المرحلة الحرجة يعني من عمر الشركة العامة للكهرباء. يعني من الحكومة النظر بعين الاعتبار لهذه المرحلة وإيجاد السيولة المالية اللازمة حتى التي تم تقديمها سابقا لهم عن طريق لجان الأزمة وعن طريق الهيئة الكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة في البيضاء. يعني جميع التقارير تم تقديمها، نتمنى منهم النظر بعين الاعتبار، وخصوصا يعني نسمع في الفترة الأخيرة أن عائدات النفط أصبحت يعني تعود على مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، وهذا من شأنه أن يكون يعني دافع لهم لتوفير الخدمات للمستهلكين، وخصوصا في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة المؤقتة. نعم سيد صلاح، أنتم ذكرتم المنطقة الشرقية أنها ستواجه هذه المشكلة، ماذا عن المنطقة الغربية والجنوبية؟ هل ستواجه نفس المشكلة؟ بالطبع الأحمال إذا ازدادت في أي منطقة سواء الجنوبية أو الغربية نتيجة يعني لارتفاع درجات البرودة في تلك المناطق ولجوء الناس إلى التدفئة والتي هي من حقهم، يجب على الحكومة أن تكون يعني في الحدث وتوفر الإمكانيات اللازمة لرجال الشركة العامة للكهرباء ليكونوا في العمل ويقوموا بتوفير الطاقة اللازمة لجميع المناطق. المنطقة الغربية في الحقيقة والجنوب في الوقت الحالي مفصولة عن الشبكة الشرقية نتيجة لتعرض خطوط الربط ما بين مدينتي جدابية ومنطقة جنينس لأضرار نتيجة للاشتباكات في تلك المنطقة، وبالتالي الآن المنطقة الشرقية مفصولة عن المنطقة الغربية، والأحمال التي تغذي في المنطقة الشرقية بالكامل هي من محطة توليد شمال بنغازي، المحطة الوحيدة التي يعني تواجه عدة مشاكل، ولكن بفضل الرجال الموجودين فيها يتغلبون مشاكل ويوفرون الطاقة الكهربائية حسب الإمكانيات المتاحة لديهم. بين الأمس واليوم وهي اعتصام العاملين بشركة تصنيع النفط والغاز في بعض الحقول التي تنتج الغاز الطبيعي، وهذا الغاز الذي بدوره يقوم بتشغيل محطات التوليد. شكرا لك. اليوم شكرا. تعرضنا لسينا وهذه من شأنها زيادة طرح الأحمال، نتمنى إيجاد حل لهذه المشكلة من جهات الاختصاص. شكرا. وتوفير الرواتب لهؤلاء العاملين بشركة سب. السيد صلاح عبار مدير شركة الكهرباء، نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. نفت وزارة الخارجية الجزائرية اختطاف 3 من رعاياها في ليبيا، وأكدت أن 3 أوقفوا في إطار القانون العام. وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية أنها اتخذت الإجراءات الضرورية بعد الإعلان عن اختفاء 3 رعايا جزائريين بطرابلس، مشيرة إلى أنهم لم يختطفوا بل أوقفوا في إطار التحقيق في قضية تتعلق بالقانون العام. وأضاف البيان أن وزارة الشؤون الخارجية ستتواصل متابعة هذه القضية في إطار حماية الرعايا الجزائريين في الخارج. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، وتتابعون فيها بعد الفاصل. أزمة مياه الصرف الصحي في سبا. We'll be right back.
قوات صاعقة في معسكر الدفاع بسيدي فرج ودك لمعاقل الإرهاب في بوعطني وسوق الحوت. بريطانيا تدعو مؤسسات ليبية لإحاطتها عن الوضع الليبي أمام مجلس النواب، مجلس العموم. فشل جديد لمجلس النواب في عقد جلسة في وقت تسجل فيه ليبيا كسادس أخطر دولة في العالم. أهلا بكم من جديد. قام وزير التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ خليفة السروي بزيارة تفقدية لبعض مدارس مدينة طرابلس ضمن سلسلة زيارات تفقدية تقوم بها الوزارة للاطلاع على الواقع التعليمي وما تواجهه العملية التعليمية من مشاكل وصعوبات. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على آلية توزيع الكتب والمناهج الدراسية ومدى استيعاب الفصول الدراسية لأعداد الطلبة، وتعهد السروي بتوفير فصول دراسية متنقلة لبعض المدارس نظرا لازدياد عدد الطلبة. أهلا مشاهدينا الكرام، معنا عبر الهاتف للحديث حول موضوع المجلس النواب فيصل بورايقة، عضو مجلس النواب. سيد فيصل مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكر لكم ولقناة حب الموقرة. نعم سيد فيصل. نعم سيد فيصل، إذن المجلس النواب يفشل للأسبوع الثالث على التوالي في عقد جلسة، لماذا؟ نعم، من خلال الاتصال اليوم مع بعض من أعضاء مجلس النواب، البعض سيد فيصل قدم مجموعة من الحجج بأن الرئاسة غائبة في ضمن اجتماع في الرياض بحجة اجتماع الدول العربية ومجموعة أمريكا الجنوبية، والبعض الآخر تحجج بأن النصاب غير مكتمل، والآخر قدم حجج بأنه لا يوجد هناك توافق حول المشاريع المقترحة بخصوص توسيع الحكومة أو رجوع المسودة الرابعة أو الدفع بمرشح ثالث. وبالتالي هذه القضايا جميعا كانت حاضرة عند أعضاء مجلس النواب، وبأن الحضور الآن لن يكون مجدي، وبالتالي سوف يفضي إلى مزيد من التشظي داخل مجلس النواب. ويبدو بأن هذا السلوك وهذا المنهج هو ديدا المسؤولين الليبيين وبالأخص رعد فبراير، هو نفس الأسلوب المنتهج لدى المؤتمر الوطني العام، رأيناه المنتهي الولاية، رأيناه اليومين الماضيين بأن البعض يدعو إلى عدم الحضور في المؤتمر الوطني، وبالبعض يطالب بسحب صلاحيات رئيس المؤتمر الوطني منتهي الصلاحية. هو نفس السلوك ونفس المنهج ما بين طرابلس وطبرق. نعم نعم سيد فيصل، حدثنا عن أبرز النقاط الخلاف الموجودة داخل تحت قبة مجلس النواب الذي يعني تمنعها من عقد جلساتها. نعم حدثنا عن أبرز نقاط الخلاف بين أعضاء مجلس النواب. نعم، أبرز نقاط الاختلاف، هناك اتجاه عام وبالأخص بعد الاجتماعات التي حدثت في القاهرة وحدثها سيد برناردين ليون، بأن هناك الدفع وضغط دولي باتجاه توسيع مجلس الرئاسة، وبأن هناك مجلس رئاسة يتكون من رئيس ومن 5 نواب وثلاث وزراء دولة، وبالتالي هذا يعتبر نقض ما تم الاتفاق عليه في 12 يوليو الماضي، وأيضا نقض لكامل المسودة الموقعة بالأحرف الأولى. البعض يذهب وبالأخص ما تم تسويقه بأن هناك نواب الجنوب هم من قاموا بهذه المبادرة، وبأن هناك مجموعة من التوقيعات، البعض يتحدث عن 81 توقيع والبعض يتحدث عن 91 توقيع من أعضاء مجلس النواب وافقوا على هذا المقترح، وبأن هذا المقترح تم الدفع به. ما الصحيح إذن يا سيد؟ سيد فيصل ما الصحيح إذن؟ نعم ما الصحيح؟ طبعا لا يخفى على الجميع غياب الشفافية وغياب تداول المعلومة داخل البرلمان وغياب نقل الجلسات، هذه الأسباب جميعا ألقت بذلها على تناول كثير من القضايا ذات الأهمية، وبالتالي عدم الشفافية لاحظناها واضحة، وأصبحنا كما يقال نلتقط في المعلومات بصعوبة من عبر الاستفسارات من هذا النائب وذاك النائب، البعض يناقض، ولكن الخلاف هو حول توسيع مجلس الرئاسة،
بأن هناك توجه عام دفعوا به نواب الجنوب ومعهم نواب من الغرب في سبيل الوصول إلى حكومة الوفاق عبر توسيع هذا المجلس من خلال 6 رئيس وخمس نواب وثلاث وزراء دولة. سيد فيصل، أنت تحدثت عن غياب الشفافية، يعني من الذي يسبب في ضبابية المشهد داخل مجلس النواب؟ ألو سيد فيصل، تسمعني؟ يبدو أن هناك نعم. ألو سيد فيصل، أنت تحدثت عن عدم وجود شفافية داخل مجلس النواب، إذا من الذي يتسبب بضبابية المشهد داخل المجلس؟ طبعا من هناك من الصعوبة تناول كثير من القضايا الخاصة بالمجلس، من أهمها نقل الجلسات عبر وسائل الإعلام سواء كانت خاصة أو المملوكة حتى للدولة، حتى نستطيع أن نتابع وتكون هناك بيانات. هناك الكثير من القضايا يتحدث بها النواب ويخالفهم تماما احيانا الناطق باسم مجلس النواب. غياب الشفافيه وغياب الحريه في تداول المعلومه ايضا، هذا كله مرهون ورهين بعدم تطبيق اللائحه الداخليه داخل مجلس النواب، وبالتالي اصبحنا نحاول ان نلتقط المعلومات من هذا النائب، البعض من خلال التصريحات والبعض ينكر حتى في التوقيعات التي تم اذاعتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بان هناك مجموعه من النواب عبر عنه بنواب الجنوب، هناك 81 نائب، البعض يقول بأن هذا ليس توقيعي، وبالتالي هناك صعوبة في كيفية الحصول على المعلومات وتناولها وتحليلها، بل والبحث والتنقيب على في وصول المعلومات وتحليلها للمحاولة للخروج بصورة واضحة لما يدور داخل مجلس النواب. سيد فيصل، هناك معلومات حول اجتماعات سرية تتم بين برناردينو ليون وأعضاء من مجلس النواب وكذلك أعضاء من المؤتمر الوطني، هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ المؤكد بأن حدث هناك اجتماعات في القاهرة مع بعض أعضاء مجلس النواب، وحدث هناك تواصل ما بين بعض من أعضاء مجلس النواب والسيد رئيس حكومة التوافق المحتمل وهو السيد فايز السراج، وتمت هذه المحادثات من أجل توسيع أو الدفع بمرشحين تحديدا عن بقعة عن مدينة بنغازي، لأن تم إهمالها أو تهميشها في هذه الفترة، وبالتالي لجأوا إلى أسلوب كسب الود أو المرضاة عن طريق الدفع من هذا النواب. أعتقد بأن هذا الأسلوب كان منتهج عبر مجموعة من النواب، عبر السيد برناردينو ليون، عبر الاجتماعات الموسعة، وبعض مندوبي الاتحاد الأوروبي تم عقد حتى مع السيد عقيل صالح. وأعتقد بأن رئيس مجلس النواب عقد الأسبوع الماضي مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق، حاول يستشعر أو يلتمس هذا الموضوع ومدى رضا الشعب العام عن توسيع مجلس الرئاسة نظرا للضغوط المجتمع الدولي للدفع باتجاه توسيع الحكومة لإنتاج حكومة توافق وطني بأي أثمان. إذن المجلس النواب فشل لمدة 3 أسابيع في عقد جلسة، يعني هل متى يعني سنشهد عقد جلسة؟ متى ستعقد جلسة في القريب؟ يعني متعودين من الفترة الماضية بأن جلسات مجلس النواب عادة في الاثنين والثلاث، في عادة عقدها في هذين اليومين، ولكن ما يشاع بأن يجب الوصول إلى توافق تام حتى لا يلجأوا إلى أسلوب التصويت ولا يلجأوا إلى أسلوب المغالبة من خلال رفع الأيدي. المشكلة والعقدة الآن والأمر واضح هو في اتجاه توسيع حكومة الوفاق الوطني المكونة من 6 وثلاثة وزراء دولة. هذا الأمر وهو المتبنى من وزراء من بعض أعضاء من الغرب الليبي وايضا بعض من الجنوب وايضا من بعض من منطقه الشرق، وبالتالي اتوقع بان الاسبوع القادم سوف يكون اسبوع حاسم نظرا لكثره الضغوط وايضا لوجود السيد عقيل صالح في العربيه السعوديه وايضا ضغوط جامعة الدول العربيه التي ذهبت في اتجاه بضروره تشكيل حكومه وفاق وطني. عضو في مؤسسات المجتمع المدني فيصل بوريقة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
أعلنت لجنة متابعة أوضاع الأجانب ببلدية غريان عن شروعها في عملية حصر للمقيمين الأجانب داخل نطاق البلدية وإصدار بطاقة القيد والإقامة للقاطنين بنطاقها. وأهابت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه بالمعنيين ضرورة التوجه لمقر المخصص لإتمام الإجراءات بمكتب الإصحاح البيئي بجوار مبنى الرقابة الإدارية خلف المصرف التجاري خلال الفترة الصباحية، مصحوبين بجواز سفر أصلية وصورة وشهادة صحية أصل وصورة وصورتين شخصيتين ونموذج معتمد من قبل مختار المحل المقيم بها المعني. أكثر من 40,000 لتر مكعب من مياه الصرف الصحي المتدفقة يوميا بالقرب من الأحياء السكنية بمدينة سبها تسبب في انتشار البعوض الناقل للأمراض المعدية. التفاصيل في تقرير التالي. التوسع السكاني للمدينة وازدياد المقيمين بها أمر يعتبر من الإيجابيات. البناء الحديث وصل إلى تخوم بحيرة الصرف الصحي، الخزان الرئيسي وما حوله من احتياطات اتخذت لاستيعاب الكمية المتزايدة من المخلفات المنقولة عبر الأنابيب يهدد حياة البشر والحجر، بل وقطع ما يصل المدينة بما يجاورها من المناطق. طبعا الخزانة التجميع هذا السعة متاع 8000 متر مكعب، ومن ثم طبعا لميها ما تمام من الخزان توجد بعد الخزان غرفة تجميع رابطة بين الخزان التجميع والبحيرة رقم واحد تمشي عليه قناة، من قناة إلى البحيرة، البحيرة رقم واحد اللي هي البحيرة الكبيرة هذه اللي تصف فيها تضخ فيها مدينة سبها بالكامل. رغم المطالبات المتكررة بعدم التواجد قرب المكان، هناك من وجد فائدة له ولرعيته. الأخطار متعددة وقلة وجدت رزقها وتعايشت مع الظروف المحيطة. جهود الجهة المكلفة بحماية المكان لم تنجح في إيقاف التوسع السكاني، فالحل الجذري مكلف لكنه يستوعب تزايد مياه الصرف القادمة من المدينة. هذه البحيرة معاد تسع مدينة سبها، الناس زادت والبحيرة قاعدة كيف ما هي، يعني كيف ما هي باقية، ما تستوعبش كميات الهائلة من المياه خاصة في فصل الشتاء. عارفين ان الضي كويس وكذا واحد يعني والمية كويسة، فلذلك تعب البحيرة في أوقات شهر ونص يعني الكثير تعب البحيرة لين تفوت المنسوب متاعها. أضرار مياه المجاري المتجمعة كثيرة، فالخطأ الذي يرتكبه المواطن دون أن يدري له مشاكل صحية أكثر من أن تحصى وتعد، والأجدر معرفتها وتوضيحها للإفادة وتجنب الأسوأ. طبعا هذه تعتبر معضلة صحية ولها تأثير كبير على اللي ساكنين حواليها وحتى اللي ساكنين بعيد عنها. يعني أولا فيها حشرات كثيرة من بينها البعوض، احنا طبعا ملاريا من الأمراض اللي كانت موجودة عندنا، وخايفين ان عن طريق البحيرة هذه ممكن ترجع مرة ثانية ما دام البعوض موجود والتوالد غادي. فننبه كل اللي ساكنين حواليها انهم يديروا كل وسائل بحيث ان ما يوصلهمش البعوض. كم من الأموال ستصرف لجبر الأضرار وإصلاحها في حال انهار السد الترابي للبحيرة؟ وفي نفس الوقت هل يعي المواطن خطورة البناء والاستقرار والسكن بالقرب من بحيرة بدائية لمياه الصرف الصحي؟ وليد بكاكو 218 سبها. أصدر وزير الحكم المحلي محمد الفاروق قرارا بشأن منح الأذونات للبلديات في التعاقد على المشاريع ذات الطابع المحلي الاستعجالي بما يوفر الخدمات للمواطن، وبلغت قيمة الأذونات 5 ملايين دينار، طالبة من البلديات تقديم مقترحات المشاريع المزمع القيام بها لوزارة الحكم المحلي لمناقشتها وإبداء الرأي فيها واعتمادها. جدد ديوان المحاسبة مطالبته بعدم قبول أو إتمام أي معاملات إدارية أو مالية إلا من خلال الرقم الوطني. وخاطب الديوان رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات بضرورة التقيد بقانون الرقم الوطني، موضحا أن القرار يلزم جميع الجهات المعنية باستخدام الرقم الوطني لصرف جميع المرتبات والمكافآت وتسيير الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية بالدولة الليبية.
أوضح صالح بدر عضو المجلس البلدي سبها في تصريح لقناة 218 أنه سيتم فتح مكاتب لجوازات في المجالس المحلية والأحياء لتسهيل عملية التصوير والإصدار النهائي لجواز السفر الإلكتروني، مشيرا إلى أن المجلس البلدي وافق على شراء بعض المعدات والأجهزة المتخصصة التي ستساعد في عمل منظومة الإصدار من أجل تخفيف معاناة المواطن وتقليل الازدحام على فروع الجوازات سبها. وأضاف صالح أنه تم التوصيل الكوابل الفايبر بالتعاون مع الفرق الفنية لمنطقة اتصالات سبها إلى داخل أحياء القرضة والجديد والعبد الكافي والمهدية والناصرية، وأن العمل جار على ربط منطقة المنشية بالخط على التغلب على مشكلة في مسار، حيث تواجه الفرق الفنية صعوبات هناك حسب قوله. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. قوات صاعقة في معسكر الدفاع بسيدي فرج. قوات الصاعقة في معسكر الدفاع بسيدي فرج ودك لمعاقل الإرهاب في بوعطني وسوق الحوت. بريطانيا تدعو مؤسسات ليبية لإحاطتها عن الوضع الليبي أمام مجلس العموم. فشل جديد لمجلس النواب في عقد جلسة في وقت تسجل فيه ليبيا كسادس أخطر دولة في العالم. أهلا بكم من جديد، ومعنا عبر الهاتف لمتابعة الوضع الأمنية في مدينة بني غازي، معنا عبر الهاتف ونيس بوخمادة آمر قوات الصاعقة في المدينة. سيد بوخمادة مرحبا بك. سيد بوخمادة. نعم. سيد بوخمادة، حدثنا عن آخر التطورات التي جرت في بني غازي خلال الساعات 24 الماضية. اهلا وسهلا سيدي. الاحداث في مدينه بغازي، قامت القوات الخاصه وبمساعده وحدات الجيش الليبي بالسيطره الكامله على معسكر ما يسمى معسكر دشم في خط بنينه ابو عطني، وحصل تحركات في محور ابو عطني والمحور المهشش، وتمت السيطرة على بعض المواقع الارتكاز، والعملية ما زالت مستمرة يعني إلى حد الآن، توجد اشتباكات وإن شاء الله متقدمين بحول الله. يعني مثلا المعسكرات التي تم السيطرة عليها من قبل قوات الجيش وصاعقة، ما أهميتها من الناحية العسكرية؟ طبعا معسكرات الجيش والمؤسسات الدولة، والآن الجيش يقوم ب إعادة السيطرة على هذه المؤسسات معسكرات الجيش. نعم. والآن يعني مصير مثلا المجموعات المتطرفة، ما مصيرها الآن؟ والله مصيرها الآن مصير أي واحد يحاول أن يعبث بأمن الوطن ولا يعبث بأمن البلاد. نعم. هذا مصيره. يعني الآن يعني المشهد الآن يعني أين يعني مثلا تتمركز قوات الجيش والصاعقة، وأين تتمركز المجموعات المتطرفة؟ حدثنا بالتفصيل حول المشهد العام الآن في هذه الساعة. بالنسبة للقوات الخاصة تتمركز في معسكر دوشم من اتجاه بنينة بعطني، محور البيبسي ومحور بعطني ومحور مصنع الكابلات والمكرونة ومنطقة الليتي، بمساندة شباب مدينة بغازي وشباب الأحياء بمعنى أصح، ومساندة وحدات الجيش الوطني، الكل من تواجد في داخل المدينة. وهذه الوحدات وهذه المحاور الآن في اشتباكات مع ما يسموه الدولة الإسلامية. ما يعني هل تؤكد المعلومات الواردة إلينا حول سيطرة قوات الصاعقة على معسكر
بالاتجاه اليه الان، يعني لم تتم يعني شبه منتهي، ولكن السيطرة الكاملة إلى حد الآن مش سيطرة كاملة. السيطرة الكاملة على معسكر الدفاع الجوي اللي هو معسكر دوشم، هذا فعلا تم السيطرة عليه من قبل القوات الخاصة، وإن شاء الله في الساعات القادمة حتسمعوا بعض الأخبار. هل من إحصائية حتى ولو كانت أولية يعني حول أعداد الجرحى والقتلى من صفوف الجيل، هذا اللي كان موجودا يعني؟ والله لحد الان ما اقدر اعطيك انا احصائيه بمعنى اصح عدد الجرحى وعدد الشهداء، ولكن هذه بتوليها المكتب الخاص بالجرحى والشهداء، ولحد الان لم نطلع على الاحصائيه الكامله بالنسبه اليوم لان ما زلنا متواجدين في العمل. سيد بوخمدة، هناك فيديو يعني مسرب وانت موجود داخل معسكر الدفاع الجوي، انت تؤكد كنت تؤكد وجودك داخل هذا المعسكر؟ والله إذا شفت الصورة يعني صورة على معسكر الدشر نحن راهو ما نصوروش يعني، ولكن خلاص أنت شفتني بنفسي داخل معسكر. كانت كل يعني كانوا يتحدثوا حول وجودك داخل معسكر الدفاع الجوي، أنت إذا تفنت هذا الموضوع؟ لا بالعكس، لا بد نكون في وسط جنودي، ولا بد نكون في وسط المقاتلين، ولا بد نعم متواجد معهم، وانا هكذا من كم سنه وانا هكذا يعني عملي اصلا في الميدان. اذا ماذا عن تقدم البري في محور الصفصفه وكذلك في محور بوعطني؟ الامور ممتازه كلها بالكامل، الامور ممتازه وان شاء الله حتكون الاحسن في المستقبل. اذا ونيس، ماذا عن معنويات الجنود يا سيد بوخمدة؟ معنويات عالية، وشنو معنويات جنود يدافعوا على أرضهم وعلى وطنهم؟ شو بتكون معنوياتهم؟ طبعاً حتكون معنويات يعني عالية. هم أقصدهم نتمنى لهم السلامة يعني. نعم. أنا كان قصدي أن هم يعني هذه أن معنوياتهم تكون مرتفعة بسبب الزحف الذي يقوم به الجيش. إذا سيد يدافع على أرضه ولا يدافع على أسرته أو زوجته أو أبنائه طبعاً حتكون معنوياته مرتفعة، ما لها إلا الدفاع أو شهادة. سيد بوخمدة، أنتم كنتم قد منعتم وحذرتم وسائل الإعلام والإعلاميين من نشر أي أخبار دون العودة إلى الناطقي الرسميين باسمكم، يعني حدثنا حول هذا الموضوع، لماذا؟ طبعا صدرت تعليمات من القيادة العامة وصدرت تعليمات من رئيس الأركان بعدم الخروج لوسائل الإعلام، وهذا أمر صحيح. نحن عسكريين ما لناش علاقة بالإعلام، يعني يفترض أن ما نكونوش على الإعلام. أنا يعني اتصالات من بدري كمين اتصال ويحاولوا أن يعرفوا، وبرضه لقطع الإشاعة، يعني هناك إشاعات تبث في الشارع، اضطريت أن أطلع الهواء باش نبين للناس شنو يقوموا بأبنائهم. إذا سيد ونيس بوخمدة آمر قوات الصاعقة في بني غازي، شكرا جزيلا لك. وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث صرحت وزيرة سلاح الجو الأمريكية ديبورا لي جيمس أن الغارات الجوية التي ينفذها ائتلاف الدولي تضعف تنظيم داعش، لكن الحملة تتطلب وجود قوات على الأرض للقضاء على التنظيم. وأضافت جيمس أننا نحقق تقدما في استراتيجية إضعاف التنظيم وصولا في نهاية الحرب القضاء على التنظيم بشكل كامل. جاء هذا التصريح في اليوم الثالث من معرض دبي الدولي للطيران. أقرت موسكو للمرة الأولى بأن الإرهاب قد يكون له دور في تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء المصرية أواخر الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف لصحيفة ريسيسكا غازيتا أن احتمال وقوع عمل إرهابي قائم، وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا علاوة على العديد من المحققين الدوليين قد عبروا عن انتقادهم بأن الطائرة وهي من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة متروغيت روسية سقطت على الأرجح جراء انفجار قنبلة وضعت فيها، ولكن المسؤولين المصريين ما زالوا يصرون على غياب أي دليل يثبت ذلك مع فتح الاحتمالات لكافة الأسباب.
بدأ وزراء الداخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل سلسلة اجتماعات جديدة لاستعادة السيطرة على حدودهم الخارجية وتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وسط ارتفاع موجة اللاجئين وتضاؤل الأمال من أجل التوصل إلى حل شامل، كما سيتم التركيز على إعادة المهاجرين لدواعي اقتصادية إلى إفريقيا. وبحث تطورات في الدعم المالي الموعود إلى دول البلقان التي تخشى كارثة إنسانية مع اقتراب الشتاء، وتعهدت إلى جانب اليونان الاستعداد لاستقبال 100,000 شخص، وينتظر أن يتطرق الوزراء الأوروبيون في بروكسل إلى استراتيجية إعلامية لمخاطبة المهاجرين مسبقا على الأخص في مخيمات اللاجئين في دول العبور. إذن ننوه في هذا الخبر العاجل، حيث اختطف الصحفي معتز خليف اختطف. هو كان مراسلا رياضيا ومهتما بجانب الخيري، اختطف اليوم في مدينة طرابلس. سنوفيكم بأي معلومات إذا وردت في حال ورودها إلينا. الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميل مهند نجم. مساء الخير مهند. مساء الخير حسن، أهلا بكم في أخبار الرياضة والتي نبدأها محليا، حيث عقدت لجنة التحضير والإشراف على المنتخب الليبي داخل الصالة اجتماعها الأول بشأن الاستعدادات لخوض التصفيات التمهيدية لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. وشكل خلال الاجتماع لجنة فنية للمنتخب تكونت من عبد الباسط النعاس، سالم موسى، محمد البرداح وإداري المنتخب خالد الأمين، كما نوقشت إمكانية إقامة معسكر داخلي بالفترة المقبلة، حيث من المحتمل أن يكون في طرابلس أو غريان. وإلى بنغازي، حيث نظمت اتحادية حكام كرة القدم بنغازي يوم الاثنين احتفالية ختام ملتقى سوسة الذي أشرفت عليه الاتحادية بمشاركة أكثر من 37 حكما، وشهد حفل الختام الذي أقيم بصالة الاجتماعات بوزارة الشهداء والمفقودين بشحات حضور عديد الشخصيات الرياضية أبرزهم رئيس لجنة الحكام العامة والرئيس الفخري للاتحادية إبراهيم الجمل وعضو هيئة الرياضة عادل بوسلوم، إضافة إلى حضور عدد من مندوبي أندية شباب الجبل والصداقة والمنار. وإلى مصراتة، حيث ينظم نادي السويحلي بالتعاون مع النادي الليبي للسيارات والرحلات وتحت إشراف الاتحاد الدولي للراليات رالي مصراتة الدولي، وذلك خلال الفترة من الأول إلى الخامس من شهر ديسمبر القادم، وسيقام الرالي بمنطقة العرعار الصحراوية جنوب مصراتة، كما يعلن النادي على أن باب التسجيل مفتوح لكل من يرغب بالمشاركة، حيث يمكنه الاتصال بإدارة النادي خلال الفترة المسائية. أجرى المصري محمد صلاح مهاجم نادي روما الإيطالي أولى الفحوصات الطبية بعد إصابة تعرض لها أمس إثر تدخل عنيف من قبل اللاعب لوليتش في ديربي العاصمة الإيطالية. وحسب إعلان النادي فإن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف بعد وجود تمزق من الدرجة الثانية في أربطة القدم اليمنى، حسب ما كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها صباح اليوم. أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي عن تعيين الفرنسي باتريك فيرا مديرا فنيا للفريق خلف لجيسون كريس، وشغل فيرا منصب المدير الفني لشباب مانشستر سيتي ووصل معهم لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. وتبدأ فترة المدرب فيرا مع السيتي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لمدة 3 مواسم. يذكر أن نيويورك سيتي هو أحد أندية مجموعة سيتي فوتبول التي تمتلك أيضا مانشستر سيتي وميلون سيتي الأسترالي.
وصلت النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز صدرتها للتصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفات التنس برصيد 9945 نقطة، وحافظت الرومانية سيمونا هيلب على مركز الوصافة ب 6060 نقطة، متقدمة على الإسبانية غارينا موغوروزا ب 5200 نقطة، والروسية ماريا شاربوفا الرابعة ب 5011 نقطة. وشهد تصنيف هذا الأسبوع عودة اللاعبة الأمريكية فينوس ويليامز للمرة الأولى منذ 5 أعوام لقائمة العشرة الأوائل، محتلة المركز السابع بعدما توجت بلقب بطولة كأس النخبة بمدينة زوهاي، وترفع رصيدها إلى 3790 نقطة. وصلنا قبل قليل خبر عاجل باختطاف المراسل الرياضي والمهتم بالشأن بالأعمال الخيرية معتز الخريف في طرابلس، نسأل الله السلامة لمعتز وسنوفيكم بكل ما هو جديد. عودة لك زميلي حسن. شكرا لك مهند. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وقبل الختام إليكم تذكير بأبرز العناوين. قوات الصاعقة في معسكر الدفاع بسيدي فرج، ودك لمعاقل الإرهابي في بعطني وسوق الحوت. بريطانيا تدعو مؤسسات ليبية لإحاطتها عن الوضع الليبي أمام مجلس العموم. فشل جديد لمجلس النواب في عقد جلسة في وقت تسجل فيه ليبيا كسادس أخطر دولة في العالم. بإمكانكم دوما متابعة الموقع الإلكتروني للقناة 218 tv.com ومتابعة البث الحي على الموقع ذاته. طابت ليلتكم مشاهدينا الكرام.